إذن للحديث أكثر ينضم معنا مراسلنا من النجف محمد رزاق. أهلا بك زميلي. بداية وفد يضم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونشيرة فان البرزان رئيس إقليم كردستان يصلون إلى الحنانة للقاء زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر لمباحثات حول تشكيل الحكومة والكتلة الأكثر عددا. حدثنا أثناء وبعد هذا اللقاء، ما هي مخرجات هذه اللقاء وهل ما زالوا متواجدون في النجف؟ نعم، مثل ما تعرفون زار الوفد اليوم النجف عبر مطار النجف الأشرف الدولي، وتوجهوا مباشرة إلى الحنانة حيث منزل السيد مقتدى الصدر. إلى غاية هذه اللحظة ما زال الاجتماع حقيقة قائما، ولم تخرج هناك يعني تصريحات أو بيانات، لأن الاجتماع لحد هذه اللحظة ما زال قائما يعني منذ الساعة تقريبا 10 ولغاية هذه اللحظة. اجتماع مطول ضم زعيم التيار الصدري مع الوفد اللي زار النجف لهذا اليوم، مثلما يعني خرجت بيانات أولية وظهرت إلى وسائل الإعلام بأن الغاية الأساسية من هذه الزيارة هو لتشكيل الحكومة وبحث موضوع تشكيل الحكومة. حقيقة استطلعنا آراء مراقبين حول هذه الزيارة والهدف من يعني من إقامتها وهذا اللقاء، ربما يكون هناك يعني تكتل وطني، تكتل يضم الأطراف العراقية الزائرة في النجف، وهذا يجعل يعني الإطار التنسيقي بموقف قد يكون محرجا بسبب أنه سيكون معزولا عن الأطراف الحالية، قد يكون أيضا الطريق يعني بات مسدودا ما بين القوى الشيعية سواء كان من الإطار التنسيقي أو من التيار الصدري. طيب محمد، هل تتوفر لديك معلومات لربما تبشر بخير حول تشكيل الحكومة بشكل عام وحول تسمية شخصية لربما لرئيس مجلس الوزراء حتى هذه اللحظة؟ بالفعل هي هذه المباحثات قد تصل إلى نتيجة، قد تصل إلى أن يعني هذا الاجتماع قد يخرج باتفاق معين، اتفاق مبدئي حول من سيقود الحكومة المقبلة، سواء كان صدريا قح كما أوضح زعيم التيار الصدري وكان مصرا على ذلك، أو من خلال عملية توافقية ما بين الأطراف الفائزة في الانتخابات. مثل ما قلت يعني الأمور بدأت تتحلحل، يعني بدأت تتضح أكثر أن الإطار التنسيقي قد يلجأ إلى المعارضة السياسية وتكون الأطراف الفائزة هي التي ستشكل الحكومة. نعم محمد، بحكم قربك من الشارع النجفي، كيف كانت ردود الفعل الشعبية إزاء هذا اللقاء وإزاء تشكيل الحكومة بشكل عام في هذا التوقيت؟ بالفعل هناك بوادر أمل من الشارع العراقي، أيضا استطعنا أراء المواطنين حول هذه الزيارة، قالوا قد تفتح أبوابا للتفاهمات والحوارات، كل ما كانت هناك حوارات وزيارات وتقديم تنازلات وبحث يعني المواضيع التي تهم عملية تشكيل الحكومة ستكون هناك بوادر للحل. أما إذا كانت القطيعة وكانت عدم يعني والجفاء وعدم التواصل، ستكون هناك يعني برود وجمود في عملية تشكيل الحكومة. وهذه الزيارة قد تأتي مكملة أيضا لزيارات سابقة للنجف، وقد تسفر عن شيء يعني يحول موضوع تشكيل الحكومة. نعم، الكل كان متوقع هنالك مبادرة لربما وساطة كردية تتدخل بين التيار الصدري والإطار التنسيق، ولكن هل هنالك تفاؤل شعبي لربما من تدخل رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني تحديدا السيد مسعود البرزاني لحلحلة الأزمة؟ بالتأكيد طبعا أنا أيضا استطلعت آراء المواطنين وآراء المراقبين، يقولون أن يعني الوساطة قد يعني قد تأتي بحل، لكن ليس الحل الذي يرضي الإطار التنسيقي. الإطار التنسيقي كان يصر على دخول يعني دولة القانون وأطراف يعني لا تحظى بأهمية التيار الصدري، والتيار الصدري كان مصرا على تشكيل حكومة أغلبية وطنية، وهذا يعني تقاطع. الوساطة الكردية قد تأتي بثمارها لكن على حساب تنازلات قد تكون من الإطار التنسيقي أو التيار الصدري. نعم، نود أن نشكرك مراسلنا من النجف محمد رزاق، شكرا جزيلا.